بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله النعمة المهداة والرحمة المسداة للبشرية جمعا وعلى آله وصحبه ومن والاه. سعادة الشيخ رئيس مجلس الشورى، سعادة نائب الرئيس، سعادة الشيخ أمين عام المجلس، أصحاب السعادة الأعضاء، ضيوف مجلس الشورى الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. في هذا اليوم المشرق يشرق هذا الملتقى تواصلنا شراكة، والذي ينعقد إيماناً من مجلس الشورى بأهمية المشاركة المجتمعية بين المجلس وجمهوره، وتأكيداً على رسالة المجلس التي تنص على المساهمة في صنع القرار الوطني القائم على مشاركة المجتمع وتكاملية مؤسسات الدولة. صمم موقع مجلس الشورى ليكون نافذة تفاعلية مع المواطنين، ويتيح مجموعة من الخدمات الإلكترونية والصفحات التي تتضمن أهم وأبرز أعمال المجلس وأنشطته في مجالات عمله التشريعي والرقابي بمختلف فتراته. ضيوفنا الكرام، دعونا نتابع فيلماً تعريفياً للموقع الإلكتروني للمجلس. المساهمة في صنع القرار الوطني القائم على مشاركة المجتمع وتكاملية مؤسسات الدولة. نحو مجلس فاعل في العمل التشريعي والرقابي. من هنا جاء إنشاء الموقع الإلكتروني الجديد لمجلس الشورى، ليقدم خدمة إعلامية شاملة، بما يسهم في التعريف بالدور الحيوي الذي يقوم به المجلس في الجانبين التشريعي والرقابي. وقد أراد المجلس من هذا الموقع ليكون همزة الوصل بين المجلس والمواطن، زاوية لتعزيز مفاهيم الثقافة البرلمانية، توثيقا متكاملا لكافة أعمال المجلس. صمم موقع المجلس وفقا للمواصفات العالمية للمواقع الإلكترونية، إلى جانب مراعاته لمتطلبات المواقع البرلمانية، وذلك حسب الشروط والمواصفات المعتمدة من قبل الاتحاد البرلماني الدولي. ويتميز الموقع بتنوع المحتوى والوسائط وتعدد اللغات المستخدمة، إلى جانب خاصية تحويل النص إلى صوت ليستفيد منه ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى إمكانية تصفحه بمختلف الأجهزة الذكية المحمولة والأجهزة اللوحية أيضاً. يتيح الموقع عبر مجموعة من الأيقونات والوصلات معلومات عن المجلس وهيكله التنظيمي وصلاحياته وأعماله. ويمكن لزائر الموقع التعرف على أعضاء المجلس وسيرهم الذاتية ومؤهلاتهم، وبمشاركاتهم وأنشطتهم المختلفة، وبخيارات بحث متنوعة، بالإضافة إلى خدمة تتيح لأفراد الولاية التواصل مع ممثليهم من الأعضاء عبر بريدهم الإلكتروني. معلومات وملخصات يتيحها الموقع حول مواعيد وتفاصيل جلسات المجلس الاعتيادية واجتماعات رجاله الدائمة. ويمكن للمتصفح كذلك الاطلاع على ملخصات دراسات وتقارير المجلس وتوصياته. يوفر الموقع عددا من الخدمات الإلكترونية التي تهم المواطن، وذلك عن طريق تسهيل الدخول للموقع بطرق إلكترونية مختلفة وآمنة، كمسح البطاقة الشخصية أو شريحة الهاتف، يتمكن المتصفح من التفاعل مع مختلف الخدمات الإلكترونية المقدمة والمشاركة وإبداء الرأي في الموضوعات التي يطرحها المجلس. وبهدف تعزيز ثقة المواطن بالمجلس وحرصه على تفعيل مبدأ المشاركة المجتمعية مع كافة شرائح المجتمع، فقد أتاح المجلس عبر موقعه الإلكتروني مساحة لذلك،
من خلال مواصلات مباشرة لحسابات المجلس الرسمية في شبكات التواصل الاجتماعي وإتاحة أرقام التواصل وعناوين البريد الإلكتروني. ويتوقع مجلس الشورى أن يساهم الموقع الإلكتروني في التعريف بدور المجلس التشريعي والرقابي وتحقيق الشراكة المجتمعية المساهمة في صنع القرار الوطني. تأتي حملة تسويق موقع مجلس الشورى وتطبيق المجلس على أنظمة الهواتف الذكية بعنوان تواصلنا شراكة لتحقق مجموعة من الأهداف والتي من شأنها تعزيز مبدأ التفاعلية بين المجلس والجمهور. لنستمع الآن إلى ملخص مبسط عن الحملة وأهميتها وأهدافها مع الأخت الفاضلة أحلام الحضرمي رئيسة قسم الإعلام الإلكتروني بالمجلس. السلام عليكم جميعا. طبعا نرحب بكم جميعا في هذا اليوم في هذا الملتقى الذي عنوانه تواصلنا شراكة. هذا الملتقى الذي من خلاله نطلق حملة تواصلنا شراكة والتي تركز بالدرجة الأولى على الموقع الإلكتروني للمجلس. بطبيعة الحال المجلس في رسالته ورؤيته يهدف إلى تعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية للمجلس بين المجلس وجمهوره، ويقوم بهذا الأمر من خلال عدة أدوات سواء كان فيزيائياً أم إلكترونياً. فيزيائياً من خلال مشاركاته في الفعاليات والمهرجانات وتنظيمه للورش والملتقيات التي تجمع الجمهور مع المجلس، وإلكترونياً من خلال شبكات التواصل الاجتماعي المعروفة ربما لديكم، وأيضاً من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية. اليوم يعني نركز بشكل كبير على الموقع الإلكتروني من خلال هذه الحملة التي تغطي على الصفحات أو تغطي الصفحات الإلكترونية التفاعلية في الموقع الإلكتروني، وكذلك الخدمات الإلكترونية التي يقدمها المجلس للجمهور. طبعاً الحملة لها مجموعة من الأهداف، أولها التعريف بالموقع الإلكتروني كونه مصدراً للمعلومات والأعمال الخاصة بالمجلس ويروج للخدمات الإلكترونية فيه وحسب الفئات طبعاً المستهدفة منه، والتوجيه أيضاً باستخدام التصديق الإلكتروني في استخدام هذه الخدمات. أيضاً هناك سياسة إعلامية للمجلس من مبادئها ومرتكزاتها هو تحقيق مبدأ التفاعلية، وأيضاً هذه الحملة تهدف إلى تحقيق هذا المبدأ من خلال ما تحتويه من يعني من فيديوهات ومن تصاميم ومحتوى يريد أن يوصله إلى الجمهور. أيضاً نهدف إلى تعزيز الوعي العام والثقافة البرلمانية بأدوار وصلاحيات المجلس، لأن الموقع كما ذكرنا به صفحات يعني تقدم معلومات من المجلس للجمهور، المعلومات العامة، الأخبار، الإصدارات وغيره، ولكن أيضاً في المقابل لديها يعني صفحات أخرى تفاعلية كما أشرنا لها سابقاً. أيضاً من بين الأهداف هو زيادة أعداد زوار الموقع والمستخدمين للخدمات لكي يكون يحقق أيضاً أو يتصل بالهدف الأول اللي هو اعتبار الموقع الإلكتروني مصدراً رسمياً للمعلومات وكل ما يتعلق بأعمال وأنشطة المجلس. طبعاً محتويات الحملة إن شاء الله سوف الحملة طبعاً ستبدأ من اليوم إن شاء الله انطلاقتها اليوم وإلى بداية دور الانعقاد إن شاء الله القادم، وسوف تتنوع في محتواها وتقدم مجموعة من تصاميم الانفوغرافيك خاصة بهذه الخدمات، كيفية الحصول عليها والاستفادة منها، وأيضاً يعني سواء كان بالتصاميم أو حتى بالفيديوهات التوضيحية، وسوف تكون هناك تغطيات صحفية ولقاءات إذاعية، وأيضاً يعني نعزز جانب الوعي البرلماني من خلال منشورات ثقافة برلمانية. طبعاً أدوات وقنوات الحملة
يعني نحن نركز بشكل كبير هذه الحملة الإلكترونية ستكون عبر شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس، وأيضا نحن متعاونون مع هيئة تقنية المعلومات في عملية التسويق لهذه الحملة، وأنتم أيضا شركاء حقيقيون معنا في هذه الحملة انطلاقا من اليوم إن شاء الله. هذا باختصار تعريفي بالحملة، أتمنى أن أوجزنا بشكل مناسب وشكرا لكم. إذن كما لاحظتم قبل قليل الأخت الفاضلة أحلام شرحت لنا بعض أبعاد هذه الحملة التسويقية التي نتمنى لها كل التوفيق إن شاء الله، وأن تمضي على المسار الذي خطط له، وكذلك أن تحقق أهدافها. والعالم هذا اليوم هو عالم إلكتروني، والجانب الإلكتروني يمثل نقلة نوعية كبيرة جدا في الوقت الحاضر، والمعلومة الآن يعني تصل بسرعة نظرا لما نتمتع به من أنظمة إلكترونية متطورة، والحكومة الإلكترونية أيضا تدخل في هذا المسار بإذن الله تعالى. ندعو الآن سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى ليلقي كلمة المجلس ويعلن إطلاق حملة لتواصلنا شراكة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل الشكر والتقدير والامتنان لكم إخواني لتواجدكم معنا اليوم في ملتقى تدشين الحملة التسويقية لموقع المجلس الإلكتروني، فحقيقة لكم مني كل الشكر والامتنان والتقدير. شكرا للمقدم الأخ الهلالي على المقدمة الرائعة التي قدم بها الموقع المجلس والملتقى لليوم. في حقيقة الأمر يعني ليس لدي الكثير ما أقوله لكم، ولكن حقيقة يسعد المرء بهذا التواجد، وما هذا التواجد إلا تفاعل مع المجتمع. كما أشار الأخوة، المجلس دأب في الحقبة الماضية على أن يكون دائما متفاعلا، والتفاعل يأتي من خلال اللقاء المباشر أو من خلال التواصل الإلكتروني. في حقيقة الأمر كان للمجلس تواصله التام من خلال وسائل التواصل المجتمعي، ويعني هذا اللقاء سيكون لقاء آخر فيما بين لجان المجلس والتوصيات التي قدمها المجلس وكل المقترحات التي قدمها المجلس خلال الفترة المنصرمة والردود الأفعال، فهو لقاء أخوي سيكون تفاعلي فيما بيننا وبينكم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير لتحقيق الأهداف المرجوة. وفي حقيقة الأمر إذا كانت هنالك لديكم أي استفسارات أو أطروحات حول هوية الجوانب هذه، فإحنا على أتم الاستعداد للرد عليها. فهل ترغبوا أن نبدأ اللقاء من خلال وجودنا هنا موجودين على المنصة ويكون هنالك تفاعل مباشر، أم يكون التفاعل فيما بين الأخوة؟ هذا ما نتركه حقيقة، إحنا لقاء أخوي مفتوح نتركه لكم يعني حسب رغبتكم. شكرا جزيلا، احسنتم. إذن يفضل سعادتك ان تكونوا على المنصة. نعم شيخ، تفضلوا. شيخ علي تفضلوا. إذن نقاش مفتوح لهكذا مدة معينة، ندعوكم إلى تجسيد الشراكة بين المجلس وبينكم من خلال تبادل الآراء والاستفسارات حسب طبعاً الهدف والطموح الذي يسعى له المجلس في هذه الحملة التسويقية. فالمجال مفتوح لكم، وكذلك أيضا هناك لا ننسى أن هناك معرض مصاحب في هذه القاعة لأيضا الاستفادة والإفادة من خلال الملتقى
في سبيل رفعة هذا الوطن العزيز. والمجال طبعاً مفتوح الآن من خلال وجود سعادة الشيخ خلال الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وسعادة الشيخ الأمين العام، وكذلك أيضاً نائب رئيس المجلس. فتفضلوا إذا كانت لديكم أي آراء أو أي استفسارات هم على أتم الاستعداد. أي ناقل صوت لو تكرمتم. ميكروفون. كل يعرف بنفسه. من تفضلوا؟ من يبدأ؟ من عنده اقتراح أو؟ تفضل. أمنة البلوشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمنة البلوشي، عضوة مجلس البلدي، ممثلة ولاية السيب. أولاً نشكركم على هذا المبادرة الرائعة لتعزيز الشراكة والتواصل الإيجابي لتحقيق التنمية في مشاريع القائمة في سلطنة عمان. موضوع التواصل الإلكتروني موضوع مهم جداً، ونحن الآن يعني على صدد يعني في يعني قلب هذا الموضوع يعني. فالسؤال اللي يطرح نفسه، ليش كمجلس بلدي لا يتم دمج موقع المجلس البلدي مع مجلس الشورى حتى تكون هناك تفاعل ويكون هناك فرز للمواضيع، حتى ما يجي المواطن لعضو مجلس الشورى يقدم له مواضيع الخاصة بمجلس البلدي، أو يأتي المواطن يقدم مواضيع مجلس الشورى الخاصة بمجلس البلدي، فحتى تكون العملية متكاملة لابد أنه تكون هناك دمج بين هذا الموقعين، لأنه إلى الآن مع تواصلنا مع موقع مجلس البلدي ما زال في بداياته. يعني لما أجي أقارن مع موقع مجلس الشورى بصراحة ما شاء الله يعني متحدثة، يعني updated وكل المعلومات موجودة، يمكن التواصل مع الأعضاء، أرقام التلفونات مفصل كامل ويعني مواكب للتطورات العصر يعني، والحق يقال بالمقارنة مع المجلس البلدي. فنحن دام هدفنا واحد فلازم أنه أيضا التواصل البلدي يكون بنفس مستوى مجلس الشورى. وشكرا لكم. ناخذ الأسئلة الأخرى أو تبغون نجيب حد في عنده استفسار آخر؟ لا الأخ علي. تفضل الأخ علي. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا نشكر مجلس الشورى على هذه الخطوة اللي ربما تعزز التفاعل بين المجلس والمجتمع، وأيضا تقرب الصورة أكبر من ما هي قبل سابقا، وهي جاءت في فترة السنة الأخيرة ومن هذا الانعقاد. أنا أريد أعرف سعادتك يعني والأخوة المسؤولين، كيف الآلية اللي سيتم بها تقديم هذه المقترحات المجتمعية إلى المجلس، وكيف سيتعاطى المجلس مع ملاحظات التي سترد إليه من فعالياته وشرائح المجتمع، وكيف تطويرها إلى قوانين أو تطويرها كملاحظات أو ملاحظات أو مطالبات من المجتمع، كيف المجلس بيبلورها وبيستفيد من التواصل الاجتماعي اللي بيتدفق من خلال هذه القنوات اللي بيدشنها المجلس اليوم، فما هي الأطر اللي بيعمل فيها. أنا ملاحظة أخرى، يعني ما أريد أنه نتكلم عن تسويق مجلس الشورى أو تسويق الحملة الإعلامية، وهي لأن حملة تدشين حملة إعلامية، لأن تسويق كلمة شوي تجارية ولا يجب لا تليق بالمجلس أن نطلق عليه نحن نسوق، يعني ما عندنا بضاعة نسوقها، وعندنا فكر وعندنا آراء. فأرى أن تحذف هذه أينما كانت في أجندة هذه الحملة. شكرا لكم.
صباح الخير، معكم ندى شبر من البنك المركزي. الحين أنا قاعدة أتصفح الموقع، أنا راح أتكلم بس على صيغة الموقع نفسه، بما أن إحنا جايين عشان بس نفهم أنه how does it goes. قاعدة أشوف أنه الموقع بالنسبة لي أشوفه خبري أكثر من أنه هو خدمي. أنا كمواطنة أنا ما عارفة إيش الفائدة أمانة لما أعمل موقع، لازم أعرف أول شيء الـ return of investment من وراء. فأنا قاعدة أشوف مجرد أنه أخبار قاعدة تحط وجدولة، بس أنا كمواطن عندي مشكلة أو عندي حاجة أريد أوصلها إلى المجلس، وين أروح؟ لا عندي استمارات، لا عندي مكان أنه أنا أقدر أروح إليه ألجأ إليه غير تويتر مثلاً، فيسبوك. أنا ما أريد حاجتي تكون على الملأ، ولا المجلس الشورى يريد الحاجة تكون على الملأ، أنا تكون one to one. فوين هذا راح يفيدني؟ طالما أنت ما عطيتني كمواطن خانة تخدمني أنا. للأسف أنه الموقع لحد الحين صار مجرد نرجع إلى الإدارة القديمة، أنه أنا أحط أنا إيش سويت إيش أبدعت، بس أنت إيش تطلب كمواطن أنا ما معطايا. للأسف هنا انتقص منا. بس أنا أخذ أعتقد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم محمد المخيني، مقدم برامج وناشط اجتماعي ومحب لهذا الوطن الغالي. سعادتك، أنا يعني عندي طلب وأمنية من خلال هذا الموقع. أنا من خلال التغطيات اللي أغطيهم والبعض من السلبيات اللي قاعدين نشوفها في المجتمع توردني رسائل كثيرة، ولو أقول لك مئات الرسائل، كل من يقول لي يا محمد عندنا مشكلة في هالمكان، تعال غطيها، تعال اتكلم عن هذا الموضوع، تعال اتكلم عن هذا الموضوع، تكلمنا وتعبنا وما حد سمع لنا وما حد تجاوب لنا. ما يتحركون وما يصير التجاوب إلا إذا الموضوع بث في وسائل التواصل الاجتماعي، بعدين يجي التحرك ويتحركوا الجهات المختصة لهذا الموضوع. على سبيل المثال موضوع القمامة اللي شفناها في الأشخرة، ما تم التحرك فيها بعد بيوم من أثرنا الموضوع في وسائل التواصل، جابوا الشاحنات والسيارات وتحركوا في الموضوع. احنا نتمنى سعادتك، أرجوكم كل الرجاء، أن تكون هناك في شفافية، وأن يكون هناك في بند في الموقع، أن المواطنين وكل من عنده مشكلة يدش ويطرح مشكلته، ويتم التجاوب مباشرة معاهم، وأن يعني يكون إحنا نقدر أنا وغيري يشوفوا هذه المشكلة ويتفاعلوا معها. باكر بينزل بيقول نعم صح هذا وصار وحدث، وبإمكان مثل تويتر نقدر نرفق صور للتأكيد على هذا الموضوع. أتمنى أن يكون هناك يعني التجاوب مجتمعي، وأنتم بدوركم تتواصلوا مع الجهات المعنية لحل هذه القضية اللي يطرحونها المواطنين. حفظ الله عمان ومولانا السلطان. أعتقد أفضل نجيب وبعدين نرجع للأسئلة. كل الشكر والتقدير لكم إخواني على طرحكم للأسئلة التي طرحت. يعني نحن نعلم يقيناً بأن صلاحيات مجلس الشورى التي منحها صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، وأنا أتحدث هنا عن الصلاحيات التي والتعديلات التي طرأت على النظام الأساسي للدولة في عام 2011، المجلس منح صلاحيات تشريعية ورقابية. يتشارك معه أنا لابد أني أقول هذا الكلام، لأنه في كثير من الجوانب التي يعني يسردها البعض هي لا تدخل من ضمن اختصاصات المجلس، ولكن نحن نعلم يقينا بأن هنالك أمل من المجلس أن يتدخل، بحكم أن هذا المجلس تم انتخابه انتخابا مباشرا من الشعب، وعليه الشعب يتطلع ويطمح إلى المزيد والكثير فيما يتعلق بحل بعض الإشكاليات التي تواجه المواطن العماني، وهذا دور ما في شك للمجلس. ولكن إذا تحدثنا حسب ما نص عليه النظام الأساسي، فهنالك جوانب لها علاقة بالتشريع وجوانب لها علاقة بالرقابة. فيما يتعلق بالتشريع، التشريع هي كل القوانين التي ترد إلى المجلس من الحكومة،
وأنا هنا لابد أني أشير لأنه البعض، أنا لابد أني أطرح بعض الأسئلة التي دائما ما نسمعها بين الحين والآخر من كثير من المتابعين لعمل المجلس. الكثير يقول كم حجم القوانين التي اقترحها المجلس؟ نحن هنا لابد أن نقول أنه حسب الإحصائيات الواردة من الاتحاد البرلمان الدولي ومن البرلمان العربي أن عدد القوانين التي تقترحها الحكومات في كل أنحاء العالم تفوق 80%. فالحكومة هي مخزن المعلومات، وبالتالي هي التي تستطيع أن تعد هذا القانون ومن ثم ترسله إلى المجالس التشريعية والنيابية من أجل إجراء بعض من التعديلات عليها وفقاً لما يتطلبه حاجة المجتمع، ومن ثم حسب النظام الأساسي للدولة ترسل إلى مجلس الدولة. أنا هنا أريد أن أوضح هذه النقطة لكي تكون واضحة، لأن البعض يطالب المجلس لابد من استحداث قوانين جديدة وهذا في حقيقة الأمر حدث في مجلس الشورى، هنالك جملة من القوانين التي استحدثها المجلس الشورى، ولكن يجب أن لا تتجاوز النسبة المتعارف عليها عالمياً. يعني المجلس هو مجلس يعني لا نقول إنه مجلس من أعرق الديمقراطيات القديمة، مجلس بدأ في عام 2011، يعني نستطيع القول فيما يتعلق بالصلاحيات التشريعية والرقابية، وبالتالي هنالك جملة من القوانين التي وضعها المجلس، ولكن أغلب القوانين هي ترد من الحكومة وفقاً للحاجة المجتمعية لها. فيما يتعلق بسؤالك الأخت آمنة فيما يتعلق بدمج المجلس البلدي، يعني نحن نعلم بأن إنه لدينا دولة المؤسسات والقانون، هنالك ثلاث سلطات: السلطة التشريعية والرقابية، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. فيما يتعلق بالمجالس البلدية، مجالس البلدية حددت اختصاصاتها وهي يجب أن تعمل وفقاً للاختصاصات المناط لها. نحن في واقع الأمر، وهنا يعني لابد أن أقول هذه الكلمة، بأنه الكثير يطالب المجلس بأعمال لها علاقة بأعمال المجلس البلدي، ويحدث في واقع الأمر هذا. نحن على مستوى المجلس لا ندخل في هذا الإطار في الاختصاص، ولكن نفعل الأدوات الرقابية في الممارسات التي تندرج تحت أعمال المجلس البلدي. هذا هو ما يحدث. أما فيما يتعلق بالتفاعل والتواصل الإلكتروني، قد يكون المجلس من أوائل المؤسسات التي بدأت في استخدام وسائل التواصل المجتمعي، سواء كان تويتر والفيسبوك وخلافه، وقد يكون في المقدمة مجلس الشورى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بأعداد المتابعين للتويتر والفيسبوك، وهذا حقيقة جزء من التفاعل الإلكتروني فيما بين المجلس مع المجتمع، بالإضافة إلى الحلقات النقاشية التي تمت من خلال اللجان المختصة بالمجلس مع المجتمع، فهذا جزء من التفاعل الذي يحدث بين الحين والآخر. أنا أتفق معك يعني بإلغاء الأخ علي إلغاء كلمة تسويق، وهو تدشين الحملة الإعلامية. نحن نهدف من هذه الحملة الإعلامية ومن هذا اللقاء في واقع الأمر إلى توصيل الجوانب المتعلقة بالدراسات. هنالك قضايا دائما ما تكون حقيقة في 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 أذهاننا، في أذهان المواطن العماني. هذه القضايا هل درسها المجلس؟ يعني وأنا لابد أني أقول يعني مسألة الترقيات مسألة يعني مهمة لكافة المواطنين العمانيين، ارتفاع أسعار البنزين. نحن عملنا بوسترات الآن موجودة، وهذه البوسترات توضح كل التوصيات التي خرج بها المجلس ورفعها إلى الحكومة. الدراسات حسب النظام الأساسي الحكومة غير ملزمة فيها، ولكن نحن فيما يتعلق بالقوانين هي التي تلزم فيها. الحكومة ليس لها دخل فيما يتعلق بالقوانين، وإنما تذهب مباشرة بعد ما ينتهي منها مجلس الشورى ومجلس الدولة إلى صاحب الجلالة للاعتماد. التعاطي مع هذه الملاحظات التي ترد بين الحين والآخر، نحن إذا كانت هنالك ملاحظات بناءة يعني هذه لابد أن يتعاطي معها المجلس، سواء كان من خلال عضو أو من خلال العضو الذي يمثله أو من خلال المجلس أو من خلال التفاعل الذي يحدث، مثل ما ذكرت الأخت اللي من البنك المركزي عندما تحدثت عن الموقع الإلكتروني. الموقع الإلكتروني جزء ما في شك منه أخبار، ولكن جزء منه تفاعل، تفاعل من خلال الآراء والمقترحات التي ترد إلى المجلس. هذه الآراء والمقترحات تصل إلى اللجان المختصة وعليهم أن يتفاعلوا معها إذا كانت ضمن خطة العمل الموضوعة أو استحداثها كخطة عمل أو استحداثها كأداة رقابية.
فبالتالي نحن نسعى حقيقة أن يكون الموقع أكثر تفاعلاً، وإذا كانت هنالك مقترحات في إطار يعني تطوير الموقع الإلكتروني فبالتالي ما لا شك فيه سوف يؤخذ بها يعني حسب الإمكانية، ما في شك يعني هذا مقترح جيد. يعني ممكن احنا من خلال اللجان المختصة انه اذا كان في هناك اي قضية يعني تؤرق الرأي العام فالمجلس يتناول تلك القضية وفقا لاختصاص اللجنة المعنية. فإذا كانت هناك اي مقترحات، نحن كل المقترحات التي تقدم من مجموعة من المواطنين حسب القضايا تعرض إلى مكتب المجلس، مكتب المجلس يحيلها إلى اللجنة المختصة، اللجنة المختصة لديها يعني مدة زمنية وعلى ضوئها تحيلها مرة أخرى إلى المجلس، والمجلس يعتمدها ويرفقها إلى الحكومة. هذه هي الآلية المعتمدة لنا. فبالتالي إذا كانت هنالك القضايا كثيرة مثل ما أنت عارف المجتمع، وبالتالي تفاعل المجلس معها وفقا للإمكانيات المتاحة. نحن حقيقة لابد أن أقول لدينا يعني جملة من التحديات. التحديات جزء منها يتعلق بالأعضاء وكيفية استيعابهم للصلاحيات المناطة لهم وفصل الأعمال المتعلقة بالمجلس البلدي عن الأعمال المتعلقة بالجوانب التشريعية والرقابية. الجزء الآخر المتعلق بالأمانة العامة، عندما طرأت هذه الصلاحيات في 2011 يعني الطاقم الإداري الموجود، الجهاز الإداري الموجود في المجلس هو ذاته، نحن حقيقة بدأنا أن نفعل هذا الجهاز أكثر. لابد من إعادة الهيكل الإداري للدولة والهيكل الإداري للمجلس، وهذا تم حقيقة في المرحلة السابقة، وهنالك حقيقة دائرة للدعم البرلماني، الدائرة متعلقة لدعم الأعضاء فيما يتعلق بكل الجوانب المتعلقة بالعمل البرلماني. فهذه المقترحات حقيقة عديدة، ولكن هذه هي الآلية التي يتبعها المجلس. عندما تأتي المقترحات والعرائض إلى المجلس يرفعها إلى مكتب المجلس، مكتب المجلس يحيلها للجان المختصة، واللجان المختصة على ضوئها يعني ترد بتوصياتها إلى مجلس الشورى، ومن ثم ترفع إلى الحكومة. إن شاء الله. في أي استفسارات أخرى يا أخوان؟ تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. صباحكم الله بالخير سعادتك. أول شيء نتقدم لكم بالشكر الجزيل على ثقتكم فينا وتقديم الدعوة للحضور والمشاركة في هذا اليوم لتدشين الموقع الإلكتروني. معكم محمد الصبحي ناشط اجتماعي. بس تكلمنا قبل فترة عن موقع إلكتروني، إنه المواقع الإلكترونية في هذه يعني في الأنظمة الإلكترونية في من الأمور الأساسية لأي مؤسسة، فهي نقلة نوعية كبيرة من المجالس البرلمانية. لكن حبينا بس فقط نضيف على هذا الموقع الإلكتروني أنه يكون فيه نافذة للشكاوي العامة حول أعضاء مجلس الشورى، سواء أو حول ما يدور ما يعمل العضو المجلس الشورى نفسه. يعني في أعضاء مجلس الشورى غير فعالين، ممكن يعني نحن كمرشحين أو نحن نرشح العضو مجلس الشورى أساس أنه يكون يخدم المجتمع اللي هو فيه أو المجتمع اللي يحيط فيه، ولكن نرى بعض التقصير أو بعض الأشياء اللي الكل يعرف فيها ويعلم بها. يعني فلماذا ما تكون في نافذة خاصة للمواطن أنه يقدم شكوى وتدرس شكوته على أساس موضوع العضو مجلس الشورى في هذا الموقع الإلكتروني. وكذلك النقطة الثانية أنه في يعني ما كل حد عنده يملك تقنية المعلومات للتواصل على المواقع الإلكترونية ساعتك، فيجب هناك يكون في حل آخر للتواصل إلى المجتمعات الأخرى التي لا تستطيع أنها هي تتواصل عن طريق المواقع التواصل الإلكترونية، سواء عن طريق التلفونات أو عن طريق الكمبيوترات أو إلى خلافه اللي نحن نشوفه الحين في ناس يعني أميين، فيجب أن توصل لهم بصورة ثانية وبطريقة أخرى، ويمكن عندهم أشياء ممكن تفيدنا نحن في المجتمع. تحياتي لكم، شكرا جزيلا. شكرا. تفضل أخوي. السلام عليكم. عامر الأنصاري، جريدة عمان. حقيقة أنا بتطرق لموضوع يعني تم التطرق له، هو مشاركة المجتمع بالطريقة الفيزيائية، أي حضور الجلسات أو الندوات التي يقيمها المجلس. لكن أنا ملاحظتي هنا يعني إحنا كإعلاميين مثلا ننسق مع قسم الإعلام في الشورى
على أساس يتم تسجيل أسامينا والدخول عبر الدخول من البوابة إلى المجلس، ولكن قد في بعض الأحيان يحدث هناك أخطاء بسيطة بالاسم. مثلا اليوم زميلي ياسر البلوشي سجل اسمه ياسر الحسني وكان واجه صعوبة بالدخول، فما بالك بمجتمع أو الناس الذين نقول نحن اليوم المجلس يستقبلهم لحضور الجلسات والندوات. يعني هناك إجراءات صعبة، وفي بعض الأحيان حتى يتم رهن بطاقتنا الشخصية قبل الدخول يعني والخروج واستلامها، وإذا أعرف أن هذا الشيء غير مسموح، ففي بعض الإجراءات شوي تكون صعبة في مسألة الدخول إلى المجلس، وهذه ملاحظتي وأتمنى يكون في حل لهذه المشكلة. شكرا. شكرا جزيلا لأخ محمد الصبحي. بالنسبة للإجراءات الإدارية، أنتم داخلين مؤسسة لها نظامها وإجراءاتها كالمؤسسات الأخرى في الدولة، لابد من وجود تسجيل الدخول المسبق والتعريف باسم الزائر وإيجاد المكان المناسب له وتعزيزه وتكريمه في هذا البيت الكبير بيت العمانيين. إحنا نحاول الأمانة العامة تحاول أن تعلن مسبقاً عن طريق بيان يصدره الأمين العام بوجود جلسة عامة أو جلسة علنية يحضرها كافة الراغبين سواء كانوا صحفيين أو كانوا مهتمين بهذا الشأن. ونحن نرحب دائماً بأي شخص يريد أن يطلع على ما يدور في مجلس الشورى فيما يجوز فيه ذلك يعني. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا لأخ محمد الصبحي. يعني نحن نقول الكمال لله وحده، ولكن لا بد أن نقول كلمة حق يعني، والكل يدرك هذا الجانب. الأعضاء يبذلوا قصارى جهدهم في تحقيق الأهداف المناطة لهم سواء كان على مستوى المجلس أو كان على مستوى ولاياتهم، والجميع يدرك، ولكن حقيقة يعني لن يصلوا إلى درجة الكمال، فالكمال لله وحده، ولكن الكل يبذل. وأنا لابد أن أكون معاكم صريح وواقعي لأبعد الحدود. العضو في نهاية المطاف هو بحاجة إلى الناخب لأنه هو من أوصله، والناخب بحاجة إلى العضو لأنه هو الذي أوصل ذلك العضو، فبالتالي هي المصالح مشتركة فيما بينهم. فإذا جئنا إلى كل الولايات في ولايات السلطنة نجد أن العضو هو أكثر من يتفاعل مع مجتمعه على مستوى الولاية، لأنه الكل بحاجة إلى الآخر. فبالتالي على مستوى تعشيب الملاعب، على مستوى المجالس، على مستوى خدمة المواطن، علق فيك القول يعني كثير من الجوانب المتعلقة ب يعني توصيل حاجة محتاج أو مساعدة مواطن، يعني تجد العضو دائما يعني يتردد على الوزارات وعلى الجهات المعنية للوصول إلى الوزير واللقاء مع الوزير، وشال معاه شنطة، الشنطة هذيك مليئة بكثير من الاحتياجات المتعلقة بالمواطن. هذا واقع نحن نعيشه. العضو هو من يصل بحاجة المواطن إليه، هذا جزء من التفاعل الذي يحدث بين الحين والآخر. نحن نعرف أنه كثير يقول لك والله ما وظيفة العضو أنه يذهب، لكن في جانب آخر العضو هو الذي يستطيع من خلاله أن يوصل مساعدة مسكين أو محتاج أو فقير بحاجة إلى توصيله، وهذا يحدث في خلال لقاءاته مع المسؤولين الوزراء والوكلاء. ونحن لدينا آلية حقيقة مع مجلس الوزراء بأن العضو يتقدم بطلب للقاء وزير معين في خلال فترة أسبوعين، اتفاق مع مجلس الوزراء أنه لا بد أن يلتقي فيه، في خلال لقاءه معه يوصل حاجة الإنسان الفقير أو المحتاج أو المسكين الذي لا يستطيع الوصول. هذا جزء من التفاعل المجتمعي. أما فيما يتعلق بالجانب المجلس، فالمجلس في واقع الأمر يعني يعقد بين الحين والآخر يعني نقاش تفاعلي مع المجتمع مثل هذه اللقاءات على مستوى اللجان. يعني أغلب اللجان في المجلس عقدت هذه اللقاءات التفاعلية ووضحت الجوانب المتعلقة بمهامها واختصاصاتها، لكن أن يصل الإنسان إلى الكمال فهذه الكمال لله وحده. الموقع موقع إلكتروني يعني من ضمن الجوانب التفاعلية التي به فيها مدونة المواطن، فيها القضية والرأي وهذه اللي يجب أن يصل إليها، فيها المقترحات المقدمة من المواطنين كذلك، والمجلس على ضوءها يعني من خلال دائرة الإعلام الإلكتروني يرسلوها إلى الأمين العام، والأمين العام يرفعها إلى مكتب المجلس ومن ثم تحال إلى اللجان المختصة.
شكرا. طيب المايك عندي حاليا. فاطمة العريمي من خدمة وفد إخبارية. أنا أنضم لزميلي الأنصاري من صحيفة عمان، وأعتقد هو بيكون السؤال سعادة الأمين العام بيكون هو الشخص الأنسب للإجابة عنه. على الموقع الإلكتروني فيما يتعلق بالجلسات موجودة الجلسات السابقة وليس جلسة جدول الجلسات القادمة، الإعلان عن جلسات علنية ويفتح المجال للمشاركة أو للحضور يقتصر على البيانات الوزارية حتى هذه اللحظة، حين يكون هناك بيان وزاري نعم يتم الإعلان عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي ودعوة الجمهور، لكن بالنسبة لغيرها من الجلسات الاعتيادية التي تحصل فيها مناقشات لمسودات مثلاً مشاريع قوانين أو غيرها من القضايا، للأسف لا نعلم عنها إلا في يوم الفعالية أو في يوم تلك الجلسة، ويكون صعب حينها التنسيق حين تبدأ الجلسة في الساعة 10 صباحاً وحين نعرف عنها مثلاً الساعة 8 أو 9 صباحاً، فهذا الموضوع يستغرق وقت وجهد، فإذا في إمكانية أنه يضاف جدول الجلسات القادمة لكل على الأقل دورة برلمانية أو دورة انعقاد، ما هي هذه الجلسات تاريخها وما هو الجدول حتى لو قبلها بيومين أو يوم واحد، يكون كافي بالنسبة للمهتمين من وسائل الإعلام أنهم ينسقوا معكم لحضور هذه الجلسات. شكراً. شكراً لأخت فاطمة، وطبعاً أنت من نشاطات التواصل الاجتماعي ودائماً تواجدك مشهود واللي ترفعي متابع. مجلس شورى في نظام جلساته العنوية العلنية يحق لكل واحد يتابع ويستمع ويقدم أيضاً حتى مقترحات وأسئلة عن طريق ممثله في مجلس الشورى أو أي عضو آخر. أما في نظام الجلسات المغلقة هذا نظام نصت عليه اللائحة، ولا يجوز للأمين العام أن يعني يتجاوز هذا النظام، حتى في جدلية بين الأعضاء نفسهم وينقسم أحياناً لأكثر من رأي، هل الجلسة تكون علنية أو غير علنية؟ وكثير من الجدلية وأحياناً تطول هذه المسألة. في حالة الإعلان عن جلسات مغلقة يعني الأمين العام يعني الانسحاب حتى الموظفين والإعلاميين، لأن مجلس شورى هو يناقش كافة القضايا المتعلقة بالشأن العام وأيضاً الشأن الرسمي، وفي نظام وحتى في جانب قضايا التي تناقشها اللجان تعتبر ما يناقش في لجان المجلس هي قضايا مكتومة، لأنه فيها أيضاً استضافات، فيها أحياناً قضايا لا يجب أن تعلن على الرأي العام المحلي لأنها ترفع في شكل أما مشروع أو دراسة، وهذه الدراسة قابلة للرفض أو قابلة للاعتماد، وفي هذه الحالة ستحرق هذه الدراسة وهذه المواضع التي تناقش في مجلس الشورى، تصبح يوم الثاني في الشارع، وأحياناً تمثل إزعاج حتى للحكومة وحتى للرأي العام المحلي. إحنا نطرح قضايا وموقع المجلس متفاعل، لكن للأسف الأكثر في الانتقاد عن المتابعة. إحنا في كل طرح قضية الإخوان في دائرة الإعلام يتبعوها بالمفهوم الإجرائي بالنص وتفسير النص والإجراءات المتبعة لكل ما يدور في القضايا التي تناقش في مجلس الشورى. أعضاء مجلس الشورى نفسي مجتهدين في حساباتهم الخاصة، ويجب أن أوضح لكم أن حساب مجلس الشورى هو رسمي وهو أيضاً يعتبر أيضاً حكومي، لأنه ممكن أن نحن نظهر في رغبات الأعضاء أو المواطنين، هذا حساب يعبر عن جهة رسمية، وهذا يجب أن يفهموا الإخوة المغردين. بعض القضايا التي أيضاً تناقش مثل الترقيات مثلاً، إحنا نطرح قضية أو أصحاب السعادة الأعضاء يطرحوا موضوع قضية معينة يتداخل معهم في موضوع آخر ليس له علاقة في موضوع قضية. أيضاً أريد أيضاً أوضح جدول الجلسات العلنية يعلن الأمين العام في بيان مسبق قبل يمكن بنص شهر وأسبوعين. عذرا سعادتك، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. وفي هاشتاج
الهاشتاج هذا غير صحيح، يعلن فقط في البيانات الوزارية حين يكون هناك استضافة لأحد أصحاب المعالي، لكن الجلسات الاعتيادية التي يناقش فيها قضايا أخرى مثل قانون مثلاً الضرائب الجديدة، الرسوم وغيرها، لا يتم الإعلان عنها مسبقاً. في نفس اليوم ينزل البيان على باسم سعادتك، يكون على موقعكم في الفيسبوك، والرابط يكون موجود على تويتر. احنا وحصلت في أكثر من مرة، وسعادة الرئيس يعرف أني تواصلت مع الطاقم هنا في نفس يوم الجلسة عشان أطلب حضور الجلسة. احنا نعلن عن كل ما يدور في المجلس بوقت مسبق إلا الجلسات المغلقة، وموقعنا يوضح هذا، وبيان الإعلام الأمين العام واضح. أما إذا كانت هناك أحياناً جلسات عاجلة يعني يؤمر فيها بتوجيه أو تدعي الضرورة لها بين 24 ساعة، نحن طبعاً في هذا الجانب لا يعني نقر أن لا نتمكن من نشر المسبق. يعني بغيت أيضاً أوضح، هناك اقترحت الأخت أمل من دمج الحسابين، وأيضاً أضيف إلى ما قال سعادة الشيخ الرئيس، لكل الآن الحمد لله هناك بوادر طيبة، ولمجلس الشورى كان فيها أيضاً سبق بالمطالبة أن يكون لكل جهة حكومية حساب. هذه الحسابات والنوافذ هي تتعلق بكل جهة حكومية حسب سياستها وحسب الخدمات اللي تقتضيها، وما يمكن الدمج حساب في حساب آخر، حتى في مجلس الدولة ومجلس الشورى لكل واحد سياسته. الأخت فاطمة، يعني نص النظام الأساسي للدولة أنه يعقد مجلس الدولة ومجلس الشورى جلساته علنية بحضور الإعلاميين، وهذه هي القاعدة العامة، ولكن هنالك استثناء أنه يحق لمجلسي الدولة والشورى أن يعقد جلسات سرية بناء على توافق من الأعضاء أو بطلب من مجلس الوزراء. قد يكون بعض الجلسات التي تتحدثي عنها تكون جلسات، يعني على سبيل المثال نحن اعتدنا على أنه جلسة مناقشة الميزانية العامة للدولة أن تكون جلسة سرية بحكم أنه لم يصدر بها مرسوم سلطاني بعد، وأنه الميزانية قابلة للتعديل، وهي عبارة عن مسودة للميزانية، فهذه اعتدنا على أنها تكون، ممكن هذا ما تقصدينه أنه اللي ما يتم الإعلان، لكن جرت العادة أنه قبل 48 ساعة على الأقل يتم الإعلان عن الجلسة في لا موجودة. إذا جبنا لك بالدليل زين، إذا تسحبي كلامك أوكي، إذا بنجيب لك بالدليل إنه الجلسات يتم الإعلان عنها من قبل الأمين العام، طبعا هو المعني في هذا الإطار، ولكن أنا متيقن إنه قبل 48 ساعة يتم الإعلان عنها، أغلب الجلسات معلنة عنها. يعني أنا أقول لك إذا كان صار في إخفاق بنسبة 5% هذا وارد، لكن بنسبة 95% موجودة، بنوافيك إن شاء الله بالدليل أنه الجلسة كانت في يوم كذا، تم الإعلان في يوم كذا، وبالتالي تكوني على بينة فيها. بيشتغلوا عليه سيف؟ لا باستثناء بيانات الوزارة، البيانات الجلسات الاعتيادية العادية بيجهزوا لك إياه وبيرسلوا لك إياه إن شاء الله. شكرا. احنا تاركين ترى انا بس لا اريد اقول لك اني اخر من يتكلم، اذا ممكن بعد ما يخلصوا الاخوه وضيوفنا، ما نقول ضيوفنا لان نقول احنا المجلس مجلسهم، وبالتالي بس اذا بالامكان تعطيني فرصه اني اتكلم بعد ما يخلصوا اخواني واخواتي الموجودين. السلام عليكم. تفضل. في البدايه طبعا نشكر مجلس الشورى على هذه المبادره، وحقيقه ليست هي المبادره الاولى، حضرنا قبل تقريبا 3 سنوات في ملتقى الإعلاميين، وكان أيضا بسعادتك الموجود، وأيضا هناك مبادرات أخرى دائما ما يقدمها مجلس الشورى، شباب ممكن وغيره. معكم سلطان خروصي، إعلامي في أو صاحب عمود مقال في الرؤية، وأيضا في مجلس الدولة. أنا أتوقع سعادة الرئيس وأصحاب السعادة صناع القرار والحضور الكريم أن في هذا الموقع، أنا أختلف ربما مع أستاذ علي مسألة التسويق، لا أحب الحاجة اليوم إلى التسويق أيضا، لا نأخذك الجانب فقط أن مؤسسة حكومية وبالتالي تؤخذ مفردة التسويق للجانب الاقتصادي للشركات وغيرها، لا، في عصرنا الحالي
حتى على مستوى المؤسسات الحكومية نحن بحاجة للتسويق. أنا أتوقع سعادة الرئيس بأن نحن بحاجة اليوم إلى أهم قاعدة نعتمد عليها، وهي لماذا ندشن مثل هذه المواقع ونسوق لها؟ لابد من وجود إشكالية اللي هي ربما نقول هي الثقة. مجلس الشورى وأنا مواطن حال حال بقية محتاج إلى القاعدة الرئيسية وهي ثقة المواطنين فيه. أتوقع هناك الجميع ربما يشعر بوجود اهتزاز للثقة بين المواطن وبين مجلس الشورى كأداة وإنجاز. ربما في الجانب البروتوكولي في مثل هذه الجلسات الطيبة، وربما كثير من الكتيبات والندوات وبعض، هي تشير بجزء كبير بأن مجلس الشورى له حراك كبير على المستوى الإعلامي، لكن على المستوى الواقعي نحن بحاجة إلى أن نفتح ما يعرف في بعض الدول الأوروبية البرلمان الإلكتروني. أعطي مثال بسيط، في فترة من فترات طرح مجلس الشورى دراسة تعتبر استراتيجية اللي هي عن واقع التعليم، وخرجت الدراسة، أنا كنت معلم 12 سنة، فخرجت الدراسة بما فيهم سلطان إلى درجة من الغضب أن المعلمين مجلس الشورى وقف في الصف الآخر ضد المعلمين، المعلم العماني محتاج وقفة قوية من مجلس الشورى. فخرجت مؤشرات الدراسة على أساس أن المعلم العماني في كثير من القصور كمعلم بغض النظر عن دور المؤسسة إلى غيره. كان الأحرى أن تطرح هذه الدراسة ضمن خانة البرلمان المفتوح أو البرلمان الإلكتروني، تؤخذ من صناع القرار ومن الخبراء ومن المعنيين في الحقل التربوي لماذا خرجت هذه المؤشرات. أفيدونا بما لديكم، أنتم منكم 20 سنة، منكم 30 سنة، ربما عندكم أصحاب دكتوراه أصحاب ماجستير، فعندكم إلى حد ما نستطيع أن نقول سلم من هذه الخبرات والمهارات والعطاء الأكاديمي. مجلس الشورى عرض هذه الدراسة وقدم مؤشرات طبعا حسب بناء نتائج هذه الدراسة، وترك الجمل بما حمل. مثل هذه الأشياء هي التي تلقي أو تغرس سكاكين المواطنين صح التعبير في جسد مجلس الشورى. مجلس الشورى أيضا بحاجة أن يبين للناس ما هي صلاحياتي. صاحب الجلالة حفظه الله أعطى الكثير من الصلاحيات سواء الرقابية التشريعية إلى غيره، وهذا يعني يعتبر رصيد قوي للمجلس. لكن السؤال الأهم، ما هي الصلاحيات التي يمكن أن أقدمها للناس؟ يا جماعة الخير، هذه صلاحياتي 1 2 3، وبالتالي لا تحملوني ما لا طاقة لي به. فأنا أتوقع فتح اللي هو فكرة البرلمان الإلكتروني ضمن خانة أو موقع المجلس ربما تفيدنا في كثير من هذه الأمور التي يطرحها المجلس بين الفينة والأخرى. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. يعني كل الدراسات اللي أعدها المجلس وأرسلها للحكومة متوفرة وموجودة يعني، وبالتالي ممكن الكل يطلع عليها. والإخوان عندما أعدوا هذه الدراسة مروا على كثير من المحافظات من محافظة تلو الأخرى، والتقوا، كانت في لديهم لقاءات بالتنسيق مع مدير عام التعليم في تلك المحافظة للقائهم مع المعلمين، واستمعوا إليهم، وفي النهاية وصلوا إلى خلاصة التي يعتقدوا أنها ممكن أن تخدم المعلم العماني. هذا ما توصلوا إليه واقتنعوا فيه. نحن حتى في المجلس داخله، المجلس يمثل الديمقراطية ويمثل السماح للحديث لكل شخص والتصويت لكل شخص. فعندما نأتي إلى المجلس وترفع هذه التوصيات، توصية تلو الأخرى، قد لا يتفق الجميع مع هذه التوصية، قد يتفق نسبة 40% مع التوصية وتسقط التوصية، وقد يتفق مثلاً 80% و20% قد يروا أن هذه التوصية قد لا تحقق الهدف المنشود، كما هو الحال نحن الآن في القاعة، قد لا نتفق على الآراء. وأنت مثلاً اختلفت مع الأخ علي المطاعني الآن في مسألة مفهوم التسويق، أنه هل تسمى تسويق أم تسمى تدشين، وهذا أمر بالعكس نحن نشوفه صحي جداً، والإنسان من خلال تجربة الآخر ويستمع إلى هنا ويستمع إلى هنا تتبلور لديه يعني القناعة المترسخة اللي هي يعتقد أنها الأصلح والأسلم. فهذا حال المجلس، يعني المجلس في ديمقراطية، في 85 عضو كل يدلي برأيه، وفي النهاية وفقا لقناعاته يصوت على ما يجده مناسبا لمصلحة المجتمع. الشيخ علي يقول إخواني أخواتي، بداية وفي النهاية الآن أو في النص، حتى نحن الآن ما نقولكم تروحوا، ولكن ندعوكم إلى الاستمرارية، ويأخذكم الإخوان جولة إلى القاعة، يخبركم بالآلية المتبعة وأيضا قاعات اللجان، وبتأخذوا فطور، ونرجع لكم بعد نص ساعة. عندكم أصحاب سعادة الأعضاء ورؤساء اللجان في حالة أي حوار أو تريد التداخل معهم، نائب الرئيس بيكون معكم،
وأنا والرئيس لكن شوية أنا بنرجع سعادتك قبل الختام لو تتكرموا بس فقط يعني بعد هذه الأطروحات الجميلة اللي استمعنا إليها من الإخوة الإعلاميين وأيضا ردودكم أيضا الطيبة وأيضا هناك طموح نتمناه وهو طموح يعني مجرد فكرة ومجرد مقترح. أولا تحياتنا لقسم الإعلام الموجود في مجلسكم الموقر، هذا القسم النشط حقيقة له كل التحايا والتقدير. بما أن هناك مجلس شورى، لماذا لا يكون مجلس شورى إلكتروني؟ كيف ومتى ولماذا؟ هذه يعني تحتاج طبعا إلى رؤى، لكن مجلس شورى إلكتروني يستطيع من خلاله المواطن أن يدلي دلوه وأن يدلي استفساراته وطروحاته وأسئلته، ويكون ملتقى أيضا إعلامي أكثر للإعلاميين، لأنه الإعلاميين ربما لديهم بعض وجهات النظر المختلفة المتباينة. فما دام عندنا أيضا نافذة جميلة في قسم الإعلام هذا النشط، أعتقد أنه أن نقرب يعني المجال أكثر ما بين رجال الإعلام، لأنهم خير من سيمثلون المجلس وسوف يلعبون دور كبير. هذا والسلام عليكم. بارك الله فيك، يعني مقترح ما في شك أنه رائع وجيد، و يعني هذه أي تفاعل ما بين الإعلاميين احنا حقيقة يعني كلمة شكر لا توفيهم حقهم، يعني في لأنه كانوا دائما حاضرين ومتفاعلين مع المجلس طوال الفترة المنصرمة. سعادة الدكتور خالد السعيدي، مجلس الدولة لديهم اليوم تكريم للمرأة، فقال لي فرصة طيبة أنك تدعو الأخوات للحضور هنا في القاعة المجاورة، فالأخوات إذا ما كان عندهم مانع لمدة نصف ساعة يحضرن مع مجلس الدولة لديهم تكريم للمرأة العمانية على مدار تاريخ تأسيس مجلس الدولة والشورى فتحت رعاية معالي الدكتور يحيى. فأتمنى من الأخوات إذا لم يكن لديهم مانع، وسعاد الدكتور طلب مني أني أقدم لهم الدعوة أنهن يحضرن معنا لمدة نصف ساعة وبعدين نرجع، واللقاء التفاعلي لا زال موجود. سعادة محمد الغساني موجود هنا، موجود معاكم، أنا برجع إن شاء الله خلال نصف ساعة. تفضل أبو.